تقول أتاها العذر الشهري وهي في 12 من عمرها قبل رمضان، لكنها لم تصل ذلك الرمضان جهلا منها، ومضت عليها السنوات وهي حتى الآن لم تقضي. هل يجب عليها القضاء أم الكفارة أم القضاء والكفارة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، هذه يجب عليها صيام رمضان الذي تركته قضاء، لأنها بعد بلوغها يجب عليها صيام رمضان، وتجب عليها سائر التكاليف الشرعية من صلاة وصيام وغير ذلك من الواجبات الشرعية. فعليها أن تقضي هذا الشهر الذي تركت صيامه بعدما بلغت، وعليها مع القضاء طعام مسكين عن كل يوم عن التأخير بمقدار نصف الصاع عن كل يوم يدفع لفقير، وهو كيلو ونصف تقريبا عن جميع الأيام التي أفطرتها مع قضائها. نعم.